ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا في خير. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. لو عجبتك اليقطينة القمر دي بتاعت النهاردة ما تنسيش اللايك. النهاردة بقى هعمل معاكي اليقطينة دي، بصي هي بسيطة جدا وسهلة خالص خالص، زي ما انا متعودة معاكي ان كل حاجة معانا سهلة وبسيطة. شكلها حلو خالص، شكلها جميل كده وبسيطة. يلا بقى نبتدي مع بعض ونشتغلها ونشوف الأول خاماتنا هتبقى ايه. انا بقى هستعمل ايه النهاردة؟ هستعمل خيط اللون الأخضر ده واللون الأصفر ده أو البرتقاني. الأخضر ده كان كوتون جولد والأصفر كان يارن أرت جينز، أو الاتنين كوتون جولد عادي. ومستعملة فايبر، شوية فايبر، والمقص والإبرة النهاردة اللي كانت مناسبة للشغل بتاعي كانت 2.5. ومستعملة إبرة تنظيف طويلة ورفيعة واللزق، أو ما عندكيش لزق ممكن بنخيطها عادي. يلا بقى مع بعض نشتغل اليقطينة القمر دي. وتعالي نبتدي. أول حاجة هعمل دايرة سحرية من لفة واحدة، هعمل جواها 8 غرز حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية حشو. هقفل الدايرة، هجيب خيط بلون مختلف عشان اعلم بس الايه السطر الجديد. السطر الجديد هشتغله تزايد في كل غرز، يعني في كل غرزة 2 غرزة حشو. طب بس هشتغل فين؟ على الحلقة الخلفية. كل شغلي فيها هيبقى على الحلقة الخلفية، يبقى هشتغل تزايد في كل الغرز بس على الحلقة الايه الخلفية. اهي الحلقة الخلفية دي، تمام. في كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو بس على الحلقة الخلفية اهي. هكمل انا بقى 8 مرات تزايد على الحلقة الخلفية وارجع لك. السطر اللي بعده زي ما اتفقنا على الحلقة الخلفية كل شغل. السطر اللي بعده هتبقى غرزة حشو والتزايد، تمن مرات بشتغل واحدة حشو والتزايد 8 مرات على الحلقة الايه الخلفية. هخلص السطر وارجع لك. السطر اللي بعده هعمل 2 حشو على الحلقة الخلفية. خلاص بقى احنا كل شغلنا على الحلقة الخلفية. 2 حشو، 1، 2 حشو والتزايد كم مرة؟ 8 مرات. هعمل 2 حشو وتزايد 8 مرات على الحلقة الخلفية. السطر اللي بعده هعمل 3 حشو زي ما اتفقنا. كل سطر بقولك ان انا على الحلقة الخلفية. 2 حشو، 3 حشو والتزايد 8 مرات. خلصهم وارجع لك. السطر اللي بعده هعمل 4 غرز حشو. 1، 2، 3، 4 حشو والتزايد 8 مرات.
كرر 4 حشو وتزايد 8 مرات وارجع لك. هنا بقى عندي 48 غرزة حشو، هبتدي اشتغل 9 ادوار ثبات على 48 غرزة حشو، بس هشتغل برضو فين؟ على الحلقة الخلفية. وهقول لك ليه في الاخر انا اشتغلت على الحلقة الخلفية ما اشتغلتش في غرزة الحشو كلها. خلاص انا هنا بقى هشتغلت 9 ادوار ثبات على 48 غرزة حشو، يعني في كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو واحدة. خلاص يبقى اكمل انا 9 ادوار ثبات على 48 غرزة حشو وارجع لك. وزي ما اتفقت معاكي ان كل السطور هتبقى على الحلقة الخلفية. انا كده خلصت 9 سطور الثبات على 48 غرزة حشو. تعالي بقى هنا هبتدي اشتغل 4 حشو، 1 2 3 4 حشو وتناقص. هنا بقى نبتدي في التناقصات. كم مرة هعملهم؟ 8 مرات. هعمل 4 حشو وتناقص 8 مرات وارجع لك. تعالي بقى السطر اللي بعده هعمل 3 غرز حشو، 1 2 3 حشو وتناقص. كم مرة؟ 8 مرات. يبقى السطر ده هعمل 3 حشو تناقص 8 مرات وارجع لك. تعالي هنا بقى بعد ما خلصت السطر ده نحشي شوية فايبر، بس مش هنحشي كتير، خدي بالك، يعني انا مش عايزاها تبقى مليانة. طبعا بحط ايه قطع صغيرة، بصي قطع صغيرة، ما تحطيش مرة واحدة الفايبر، ما تحطوش حتة واحدة كبيرة. باخد قطع صغيرة على قد ما اقدر كده اهي وحشي. انا عايزاها طرية مش ناشفة عشان اعرف اشكلها. من شوية بصي حلوة كده بالنسبة لي. طيب تعالي يلا بقى السطر اللي بعده هعمل ايه بقى؟ انا لسه في التناقصات. هعمل 2 حشو زي ما احنا متفقين على الحلقة الخلفية، 1 2 حشو. بس خد عني وتناقص. كم مرة؟ 8 مرة. تبقى 2 حشو وتناقص 8 مرات. خلص السطر وارجع لك. هنا كنت محتاجة احط شوية فايبر، بس بص الفكرة شايفة طرية خلص ازاي؟ ما تحاوليش خليها جنب. تعالي يلا السطر اللي بعد بعمل 1 حشو والتناقص. كم مرة؟ 8 مرات. تاني اجيب الايه غرة الصح اهي، تمام. يبقى 1 حشو وتناقص 8 مرات وارجع لك. تعالي يلا بقى السطر اللي بعده هعمل تناقصات 8 مرات، يعني هاخد كل غرزتين مع بعض كده. دي اول مرة، تاني مرة، اكمل انا بقى 8 مرات تناقص وارجع لك. كده انا خلصت التناقصات 8 مرات. سيب بس خيط طول شوية.
وهبتدي اقفل الغرز كلها مرة واحدة بالايه، بالابرة، بالابرة الطويلة. احاول بقى ان انا اجيب ابرة طويلة. شيل بقى العلامة خلاص، ما عدتش محتاجاها. وهاجي بقى هقفل. بقفل بطريقة الزجزاج. ازاي؟ بدخل على طرف الغرزة دي، اول غرزة اهي من بره، تمام اهي من بره، بس اشيل بس ايه الخيط ده عشان ما يلخبطناش العلامة. تمام خلاص، انا دخلت من بره، المرة الجاية هدخل من جوه، اللي بعدها من بره على حلقة واحدة بس. انا كل شغلة هيبقى على حلقة اللي بره داي كده، من بره وبعدين من جوه نفس الحلقة دي اهي، وبعدين من بره. وريكي هتشدلك بطريقة جميلة جدا ونظيفة قوي من جوه. انا بحاول ان انا اخدها كلها يعني، بصي اهي. يبقى اللي بعدها من بره، من جوه، ودي اخر واحدة من بره. بصي بقى، اقوم شدة مرة واحدة، شايفة منتهى النظافة. ادخل بقى انا الابرة دي كذا مرة، اطلع يعني وليكن مثلا ايه، اطلع كده، وبعدين هدخل من نفس المكان كده واطلع في اي مكان تاني كده. انا بثبت الايه، الخيط. بصي اهو كده، انا بثبت الخيط بحيث انه ايه، ما يتقطعش مني وما يبانش كمان. خلاص كده هخرج من اي مكان، بس اخد بالي بقى ان انا ما اخدش معايا خيوط. يعني بصي انا مثلا هطلع من هنا اهو، خلاص كده تمام، حلو قوي. خلاص هقص انا بقى الخيط ده وهوريكي هعمل ايه. احاول بس ان انا ايه، ابططها كده بايدي. ويلا احنا جاهزين بقى ايه، نشكلها. انا جبت الابرة حطيت فيها خيط طويل شوية عشان هلف بيه 8 مرات. هاجي اعمل ايه، هدخل من مكان ما قفلت، هطلع مكان الدايرة السحرية اهي في النص، هشد الخيط، حاول ان انا اسيب بس ايه حتة كده عشان بربط فيه. سبت الخيط اهو شوية كده، وتعالي بقى هنبتدي ننزل من خلال الايه، الحلقة الامامية. انا عايزة انزل في صف مظبوط كده من مكان التزايدات. طيب هاجي اخد اول غرزة خالص كانت عندي البداية اهي، وهنزل. انا عايزة امشي صح، هنزل كده. بصي انا داخلة في الحلقة الامامية اهي، في كل غرزة التزايد اهي، كده تمام. عشان خدي بالك احنا هنعمل الثمان مرات، احنا عاملين 8 مرات تزايد. طيب كده بقى ايه، كده كانت الست غرز حشو، الثمانية اسفة التزايد، واحدة حشو تزايد، اتنين حشو تزايد، تلاتة حشو تزايد، اربعة حشو تزايد. طيب تمام، انا هعمل ايه، هطلع بس كده
وحاول انزل بقى بالإبرة في خط مستقيم برضو من خلال الحلقة الأمامية. بصي الإبرة ماشية فين؟ اهي، فهمشي في خط مستقيم اهي، ما بحركش الإبرة اهي، تمام كده. هاجي بقى انا كده عند التناقصات بقى وهدخل نفس الحكاية اهي، عشان كده كنا بنسيب الحلقة الأمامية. تمام. هقوم اشد انا بقى قوي، اشد كده، اشد كده، واقوم ربطاها، اثبت بس الايه الشد حلو، واقوم ربطها، يعني هشد حلو تمام، واقوم ربطها كمان مره. دي بالك ان احنا كل اللي شغلنا هيبقى على الايه، على دي، على الخده، واثبتها بس كده كمان مره كمان. وهدخل بقى على اللي جنبه، هو نفس الخيط مش هغيره. هعمل ايه؟ هنزل من نفس المكان اللي طلعت منه اهو، وهنزل عند الايه، هدخل عند الدائرة السحرية. هعمل نفس اللي عملته في دي، هعمله هنا، هنزل اهو عند التزايدات، بس اضبط بس ايدي اهي، هحاول اخد الايه الحلقة الامامية اهي، بس ما اخدش معايا نسيج الخيط، تمام كده. تمام، وهاجي انزل نفس الحكايه في خط مستقيم، خليكي واخده بالك انه خط مستقيم. وانزل عند التزايدات التناقصات بقى اهي، ودي بالك عشان عايزاها بس تبقى ايه متساوية. عادي اشد واربط، بس اجي هنا كمان لسه واحده اشد كويس، وهربط في نفس الايه الخيط مره كمان مره، وهاجي اثبتها وهنزل عشان اطلع فين؟ في الدائرة السحرية اهي، نفس المكان تمام كده. هقعد انا بقى اعمل الايه 8 خطوط تمام، اقسمها بقى خلاص، هقسمها انا نفس الحكاية دي كده وارجع لك.
كده انا خلصت عملت 8 اجزاء متساوية. حاول بقى ان انا ادخل الخيط جوه واخفيه على قد ما اقدر. ادخل بس كده ايه جوه كذا مرة. واشد الخيط التاني ادخله جوه. بإبرة ارفع مثلا. هاجي اشد ده بقى بس ادخله جوه. دي ادخلها جوه اهي. تمام بقت زي الفل اهي. شدها كمان مرة. نقص بقى اي خيط زيادة وبقت كده جاهزة. يلا بقى نعمل لها ايه الجزء بتاعها الاخضر. تمام يلا. وتعالي اول حاجة هعمل دايرة سحرية بس من لفتين. وهدخل هعمل 6 غرز حشو. غرزة البداية. هدخل هنا وهعمل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 غرز حشو. تعالي من الجنب بقى من هنا. هشد اللي تشد ده ولا يشد اللي تحت؟ بس بقى اشد من الجنب من هنا. من هنا. واشد كده. وبعدين الصغير ده بيشد قوي. تعالي بقى السطر اللي بعده. انا كل اللي هشتغله هيبقى 6 غرز حشو. يعني انا مش هعمل اكتر من 6 غرز حشو. بس انا عايزة اشتغل بس السطر الاولاني. هعمله على الحلقة الخلفية. فهشتغل 6 غرز حشو. بشتغل بالاصفر. نجيب اللون الاخضر. اهو. واشتغل 6 غرز حشو على الحلقة الخلفية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست غرز حشو. تعالى بقى نعمل الايه. ندخلها كده عشان نعرف نشتغل. خلاص ده كان السطر الاولاني بس على الحلقة الخلفية. يعني بقى السطر اللي بعده وكل الغرز هشتغلها خلاص. الغرزة كلها. هقعد بقى اشتغل 12 دور كده. ثبات على 6 غرز حشو. كده انا بقى بشتغل في الحلقة كلها. واقعد اعمل فيها كده عشان تبقى ايه داخله لجوه. واكمل انا بقى ايه 6 غرز حشو. اكمل بقيه الادوار وارجع لك. وتعالي بقى على الحلقه الاماميه.
هشتغل فيها غرز تزايد، كل غرزة هعمل 2 غرزة حشو بس على الحلقة الأمامية اهي اللي البره دي اتجاهتي انا. تمام، هشتغل غرز تزايد في كل غرزة حشو 2 غرزة حشو. هكمل السطر وارجع لك. السطر اللي بعده هعمل غرزة حشو، خلاص بقى في الغرزة كلها، كان اول سطر بس على الحلقة الامامية. هعمل غرزة حشو وغرزة تزايد. كم مرة؟ 6 مرات. يبقى اعمل واحدة حشو واحدة تزايد 6 مرات وارجع لك. بعد السطر اللي بعده هعمل 2 حشو، 1 2 حشو وتزايد. كم مرة؟ 6 مرات. يبقى اعمل 2 حشو وتزايد 6 مرات وارجع لك. كده انا خلصت اهو. هاجي على الايه، على الغرزه اللي من السطر الجديد، وهو عامل غرزه منزلقه، وهقفل بقى خلاص كده. هحاول بس ان انا انضف الخيط ده. تعالي بقى نشتغل الفرع الاخضر ده. هعمل ايه بقى؟ هعمل 21 غرزة سلسلة. هعمل 21 غرزة سلسلة. تعالي بقى من تاني سلسلة على من تاني غرزة سلسلة، وهعمل التانية تاني غرزة اهي، هعمل 3 غرز حشو، 1 2 في كل غرزة سلسلة واحدة حشو، 2 3 حشو. وبعدين غرزة تزايد، وبعدين 3 حشو، 1 2 3 حشو وتزايد. هشتغل السطر كله كده، اعمل 3 حشو وتزايد. اخر حاجة في السطر هتبقى عندي تزايد، هكملها وارجع لك. خلاص خلصت كده، طول بس الخيط شوية. وهاجي هنا هعمل غرزة منزلقة. واربط البداية دي بالنهاية، الخيطين دول ببعض كده. تعالي يلا بقى ايه، هندفها بس الاول كده. تمام، وتعالي نركبها الاول في الايه، هنا واحدة كده واحدة كده. هجي بس بإبرة التنظيف وفي الجنب كده وخيطه. اهي اطلع تاني. كده انا خيطت الاثنين اهم. تعالي هنا بقى نلزقها
او حابه تخيطيها براحتك، بس انا هنا حابه ان انا الزقها. هلزقها فين؟ في المكان اللي انا كنت بخيط فيه من ورا، شايفه نضيف جدا اهو. يبقى انا هلزقها هنا، هلزقها بقى وارجع لك كده. انا لزقتها اهو، كله بقى تمام. شايفه زي القمر ازاي؟ سهله جدا وبسيطه خالص، في منتهى النظافه. اتمنى بقى اليقطينة القمر دي بتاعت النهاردة تكون عجبتك، والشرح يكون واضح وبسيط. وما تنسيش بقى اللايك والتعليق الحلو اللي زيك، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.